جدد كردستانيون في مدينة زاخو مطالباتهم للجهات السياسية في إقليم كردستان بضرورة توحيد الصف الكردي للمطالبة بحقوق الإقليم الدستورية من الموازنة الاتحادية والضغط من أجل إقرار قانون النفط والغاز والذي سيؤثر تأخرهما سلبا على معيشة المواطنين في حال مماطلة الحكومة الاتحادية في بغداد في إرسال مستحقات إقليم كردستان من الموازنة. لذلك نطالب نحن كمواطنين من أقليم كردستان أن تتوحد الصفوف بين القيادات السياسية في حكومة أقليم لكي يكونوا يدا واحدا وسندا واحدا لمواجهة هذه التحديات أو المحاولات التي تحاول إضعاف هذا الكيان. الحقوق الشعب الكردي الدستورية مضمونة في الدستور، لكن عدم تطبيق الدستور بشكل صحيح من قبل حكومة بغداد تعتبر هذه خرق للقانون. نطالب جميع الأحزاب الكردية والكردستانية بشكل عام وكافة مكونات الشعب الكردستاني باتخاذ مواقف موحدة تجاه السياسة التمييزية التي تنتهجها الحكومة الاتحادية في بغداد، وهي سياسة انتقائية تنفذ البنود التي تضر بمصلحة أقليم كردستان ولا تنفذ جميع البنود الدستورية التي تقر حقوق الشعب الكردي. مراقبون من جانبهم أكدوا على أن توحيد الصف الكردي وإقرار قانون النفط والغاز سيسهم في تحقيق خطوة تاريخية ستكون لصالح الشعبين الكردستاني والعراقي لإفشال المخططات والتهديدات التي تحاول تقويض كيان إقليم كردستان. أن تصل الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان إلى حلول. طبعا كل هدفنا هو توحيد الوضع أو ترتيب البيت الكردي في إقليم كردستان، وطبعا إذا تم توحيد صفوف جميع الأطراف في كردستان دون شك الحكومة العراقية ذلك في ذلك الحين أيضا تقوم بحساب أكثر مرونة وتتحرك بأكثر مرونة مع إقليم كردستان على جميع الأحزاب الكردستانية حسب قناعتي أن يتوحدوا ويطالبوا بحقوقهم ومطالبهم بصورة موحدة، يعني نجاحنا في توحيد صفوفنا. الخبراء والمواطنون يرون أن كل المحاولات التي تطال إقليم كردستان هدفها تعميق المشكلات والأزمات لانتهاك الحقوق المشروعة لشعب كردستان والتي جاءت بدماء وتضحيات ونضال شعبه. لقناة زاكروس الفضائية، نجلة سندي، زاخو.